جولتنا في صحف أوروبا الغربية نستهلها من فرنسا، حيث قالت لو فيغارو إن حلف شمال الأطلسي توقع أن تتسلم أوكرانيا مزيدا من الأسلحة الثقيلة الغربية في المستقبل القريب. ونقلت اليومية عن الأمين العام للحلف قوله إن بوتين بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة عند غزو أوكرانيا، مضيفا نحن في مرحلة حاسمة من الحرب، لذلك من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها لكي تنتصر في الحرب. وفي ألمانيا أوردت دير شبيغل أن الشرطة الألمانية أعلنت أنها شارفت على إنهاء اعتصام لنشطاء بيئيين قرب منجم فحم احتجاجا على خطة توسيعه، فيما تبادل الطرفان الاتهام باستعمال العنف. وحسب الصحيفة فإن مئات من عناصر الشرطة أجلوا حوالي 300 ناشط من قرية لوتسيرات الصغيرة في غرب ألمانيا، مضيفة أنه كان من المتوقع أن تستمر عملية الإجلاء لأسابيع، لكن الشرطة قالت إن 2 فقط من النشطاء لا يزالان في القرية مختبئين في نفق. وفي بريطانيا أفادت صحيفة The Guardian بسقوط 6 جرحى جراء إطلاق نار وقع في كنيسة بلندن يوم السبت، بينهم طفلة في 7 حالتها حرجة. ونقلت الصحيفة عن شرطة لندن توضيحها إن الحادث وقع قرب كنيسة كانت تقام فيها جنازة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرصاصات أطلقت من سيارة ابتعدت بعد ذلك عن مكان الحادث. ودوليا ذكرت الموندو الإسبانية أن ضرب روسيا على مبنى في دينبيرو في شرق أوكرانيا خلفت 29 قتيلا، فيما حاولت فرق الإنقاذ العثور على ناجين في إنقاذ المبنى. وقالت السلطات الأوكرانية إن أكثر من 44 شخصا ما زالوا في إعداد المفقودين بعد الهجوم الذي وقع خلال احتفالات رأس السنة الأرثوذكسية.